ومعنا اتصال جديد. السلام عليكم يا شيخ. أهلين يا ابني، وعليكم السلام. شيخنا، أنا الليلة حلمت حلم كتير غريب وعجيب. تفضل. القصة ما فيها يا شيخنا إنه أيام الجامعة كنا أنا ورفيقي نحب نفس البنت. نحنا كنا رفقة كتير مقربين، ايه، بس هي البنت كانت وقحة وملعبة ومن شب لشب. ما بيصير تحكي هالحكي يا ابني، دخل بصلب الموضوع. المهم يا شيخ، ولأنه هي البنت ملعبة مثل ما قلت لك، قدرت تضحك على رفيقي وتخليه يتزوجها. لك آخ، يا ريت أنا اللي انضحك علي، لأنه والله يا شيخ بنت بتنزع ضبانات العقل. المهم الليلة يا شيخ حلمت إنه أنا تزوجت هي البنت. إيه يا شيخ، كتبنا كتابنا على سنة الله ورسوله، كان في شيخ وشهود ومعازيم وأهلي وأهلها، كان كل شي واقعي، كأني أنا تزوجتها عن جد. وشو كانت نهاية الحلم يا ابني؟ نهاية الحلم؟ النهاية كانت خرا، يعني يا شيخ أنا ناطر هي اللحظة من أيام الجامعة، معقول بتيجي أمي بتفيقني بليلة دخلي؟ تمام، هذا يا ابني معناه لا انه يا شيخ، أنا ماني عم دق لك لحتى تفسر الحلم، لكن سؤالي إنه الصبية اللي تزوجتها بالحلم هل تعتبر حلالي يا شيخ؟ يعني يا ابني انت عم تدق لهون لحتى تسألني انه مرت رفيقك يلي تزوجتها انت بالحلم حلالك أو لا؟ تماما. طيب دقيقة،